إذا المكون الاستماع والتحدث، لاحظوا معي هذه الصورة. إذا توجد عن يميني صورة لسحابة تمطر. إنه سحاب، لونه رمادي، أي أن الجو غائم. نعم، وأمطار كثيرة، وهناك رعد وبرق. إنه فصل الشتاء. نعم، وعن يساري هنا شمس مشرقة، إنها تبدو تارة حارة وتارة أخرى تشرق، ويمر بينها سحاب أبيض. إنه جو مشمس ورائع، سنذهب إلى الغابة في هذا الجو. أتعرفون ماذا سنتعرف اليوم؟ سوف أشرح لكم تغير حالة الطقس. كيف يمكن أن أتحدث عن حالة الطقس وأشرحها؟ تتذكرون معي الحكاية؟ حكاية حملة النظافة، صحيح؟ دار حوار بين الأصدقاء، وهذا الحوار هو كالتالي: قال إدريس: متى سنقوم بحملة النظافة؟ قال سعد: ليس غدا، فالسماء ستكون غائمة والرياح قوية. قال أصيل: سنقوم بها بعد غد، فالجو سيكون مشمسا بإذن الله. إذن هذا حوار دار بين الأصدقاء الثلاثة، أرادوا أن يعرفوا متى سيقوموا بحملة النظافة، لكن اضطروا على تأجيل الموعد لأن السماء كانت غائمة والرياح كانت قوية. لكن أصيل قال لهم: بعد غد سيكون الجو مشمس بإذن الله. إذا لاحظوا معي هذه الصور. في هذه الصورة يمكن أن يكون الجو ممطر وغائم. إذا أنا أشرح لكم تغير حالة الطقس. هنا تارة تظهر الشمس وتارة أخرى ممكن أن تمطر. نعم، هنا جو مثلج، أي أن الثلوج تسقط. هنا جو غائم، بمعنى أن السماء سحابها رمادي والشمس تغيب، تارة تغيب وتارة تظهر. هنا الجو ممطر والبرق والرعد. هنا جو عاصف، وهنا جو مشمس، جو رائع، وهذا الجو المشمس يكون في فصل الربيع. هنا أيضا جو ممطر لكنه ليس غائم. هنا جو حار، والجو الحار يكون في فصل الصيف. هنا جو معتدل. نعم، هنا جو ممطر وأيضا مثلج. جميل جدا. إذن أصدقائي، أنا شرحت لكم كيف يمكنني أن أشرح وأبين كيف تتغير حالة الطقس. إذن كي أشرح تغير حالة الطقس، أقول إما السماء ستكون غائمة أو الجو سيكون مشمسا، الطقس سيصبح باردا. إذن من خلال هذه الصورة التي تعرفنا عليها، ظهر لنا تغيرات كثيرة في حالة الطقس، ومن خلالها تعرفنا كيف يمكنني أن أشرح تغير حالة الطقس: إما أن يكون ممطر، إما أن يكون غائم، إما أن يكون عاصف أو حار أو مشمس أو مثلج أو معتدل إلى غير ذلك. أشكركم على حسن انتباهكم.